طيب يلا نبارك لاحمد رفعت صاحب الهدف الاول في مرمى طبعا المحرق البحريني لاعب اتحاد اسكندري. يا احمد مساء الانوار. يا كابتن مصر وحشت يا ابو حميد والله. حضرتك وحشني جدا والله، ومبروك رجوع حضرتك تاني ومنور دايما كعادتك يعني. حبيبي يا احمد اوعى تكون بتقلب عن القاهره والناس يا احمد. لا لا ازاي، على طول بنتفرج على حضرتك. اظبط الريموت على لا لا ما تقلقش يا كابتن احمد. اولا انا يعني سعيد جدا بعودتك لمستواك ده سبب المكالمه. اولا يعني ما شاء الله اصبحت حجر زاويه قويه جدا في اتحاد اسكندري، والمزاج عالي العال. قول لي بقى المزاج عالي العال ليه بقى يا احمد؟ الحمد لله يعني الوضع مستقر جدا يا كابتن في النادي. حضرتك عارف يعني اداره النادي القويه اللي موجوده دلوقتي، والجمهور طبعا انت عارف بيبقى عامل محفز دايما للعيبه لما يبقى جمهور قوي، جمهور اسكندريه جمهور كبير حضرتك عارف. واداره النادي اداره قويه جدا الحقيقه برئاسه الاستاذ محمد ومجلس ادارته وناس محترمين جدا وجهاز فني محترم جدا، ففي استقرار، فعشان كده كل الناس بتظهر باحسن شكل. فده اللي بنحاول نعمله الفتره اللي جايه ان شاء الله دايما يعني. ما حدش بيختلف ابدا عن مستواك يا احمد، ايه اللي مشاك من الزمالك؟ والله يا كابتن هي اسباب كتير وانا ما اتكلمتش فيها ومش عايز اتكلم فيها يعني. انا خلاص الموضوع خلص والقصه انتهت، وانا ما بحبش اكون سبب صداع باي نوع من الانواع على النادي اللي انا كنت موجود فيه. خلاص اللي حصل حصل، لو انا كنت مذنب او لو انا اللي كان واقع عليا ظلم بالشكل، بحاول ابذل اقصى جهد ليا عشان اظهر باحسن شكل والنادي يحقق اهدافه، والحمد لله ده اللي بيحصل. لكن خلاص الفترة اللي عدت تعدت ومفيش مشكلة يعني الحمد لله. انت انتقالك نهائي للاتحاد يا احمد؟ لا لا دي اعارة بس سنة، وبعد كده المفروض تبقى على قوة الزمالك تاني. يعني اعارة سنة يعني، وانا عارف ان علاقتك قوية مع المستشار مرتضى ومع الدنيا كلها، وده اللي خلاني اندهش الحمد لله ازاي انت مشيت يعني. طيب قول لي بقى النهارده الماتش كان حلو، احنا اتفرجنا عليه كان حاجه جميله جدا. الماتش كان حلو جدا وكان ماتش قوي، هم فرقه منظمه جدا واحنا اتفرجنا عليهم وعارفين هم منظمين جدا في وقفتهم، فكان الموضوع ما كانش سهل واحنا بنلعب الجيم انك تجيب جول واثنين. كان بطريقتهم وبطريقه دفاعهم دي كان الموضوع صعب شويه، لكن الحمد لله قدرنا نخلق فرص كتير اثناء الماتش، والحمد لله توفقنا وجبنا جونين، وده كان المهم ان احنا بنكسب بنتيجه كويسه وما دخلش فينا جون، فده كويس. احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت كلها ماشيين بشكل متزن يعني بتعليمات من حضرتك عارف كابتن طلعت وطريقه ادائه دايما في اتزان، واحنا بندافع واحنا بنهاجم، وده اللي محقق للنادي استقرار شويه. احنا بنلعب يعني دايما يعني الفرقه لو حسبت الريكورد بتاعها السنه دي عدد الاهداف اللي دخل فينا تقريبا جول او جونين من اول السنه، بنتكلم في 7 8 ماتشات، ده رقم كويس، والاجوان اللي بنجيبها بتجيب كتير. فالحمد لله ماشيين بشكل متزن، الحمد لله نقدر نكمل بالشكل ده يعني، ده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه. انت طبعا عارف انتوا لو اخذتوا البطوله العربيه دي عارف المكافاه كام بتاعت البطوله العربيه دي، مركز رقم اول رقم كبير جدا. انا عارفه عارفه يا احمد ولا مش عارف؟ تقريبا 6 مليون دولار تقريبا حاجه كده. لا ده انت داخل لك في حوالي 90 95 مليون جنيه مصري. بس مش داخل لي انا بقى يا كابتن. هتجيب مقدم الفيلا، هتجيب مقدم الفيلا على الاقل يا احمد. يعني ممكن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك يا احمد، توفيق. مبروك حضرتك تاني وربنا يوفقك دايما ان شاء الله ودايما بنور يا كابتن. شكرا يا حبيبي، اشكرك يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا.